السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبخير وحياه حلوه دايما. النهارده باذن الله هنشرح درس مهم جدا في الافكتورز، وهنشرح البوينسي افكتور. تمام، الافكتور دي ايه لازمتها؟ طبعا لازم اقول لك لازمتها قبل ما نخش على الشرح بتاعها. الافكتور دي بنستخدمها علشان نعمل التاثير بتاع السوائل. يعني ايه التاثير بتاع السوائل؟ دلوقتي انت عندك الميه، لما بيقع في الميه حاجه، تمام، ممكن الحاجه دي تغرق وممكن تنزل تحت شويه وتطلع فوق. تمام، دلوقتي انت عندك مثلا كوبايه القهوه، فلو وقعت فيها حاجه برضو ممكن الحاجه دي تغرق او تنزل تحت شويه وبعدها تثبت. تمام، فده المقصود بالتاثير بتاع السوائل، بمعنى ان هنعمل سائل، تمام، ونعمل التاثير بتاعه. اللي هو ايه التاثير؟ اللي هو التاثير بتاعه على اي جيم اوبجكت لما الجيم اوبجكت ده يخش جواه. تمام، بس كده، هي دي البوينتس افكتور 2 دي. وتكون واتمنى تكون فهمت انا قصدي ايه، وهنخش على الدرس على طول بسم الله. دلوقتي عندنا طبعا السبرايتس دي، اللينك بتاعها تحت في الوصف، وما تنساش تخش سيرفر الديسكورد. تمام، انا عامل ايه هنا دلوقتي؟ انا حاطط على الجراوند دي بوكس كولايدر 2 دي، والجراوند دي بوكس كولايدر 2 دي. ماشي، طبعا ما تنساش تظبط الحاجات دي بالسبرايت اديتور، تمام، زي ما انا شرحت قبل كده السبرايت اديتور، وما تنساش تظبطها بالسبرايت ريندر، يعني تعمل اوردر ان لاير. يعني ممكن نيجي على الباك جراوند ونعمل اوردر ان لاير سالب 10 مثلا، ونسيبه دول زي ما هم، والووتر ممكن تعمله سالب 1، تمام، بحيث ان الووتر يبقى وراء الاثنين دول، لان لو طلعناه كده هنلاقيه زي ما انت شايفه عباره عن مربع ازرق. تمام، فنحاول نحطوه وراء الاثنين الجراوند دول. تمام، اعتقد دي حاجه اصلا انا شارحها قبل كده فاكيد انت فاهمها. ماشي، هنيجي نعمل دلوقتي عندنا بوت، عندنا مركب، تمام، ده المركب. هنيجي نصغر المركب ده شويه، ممكن نخليه مثلا 3 من 10 حاجه زي كده، مركب ورق. ونيجي ندور اوردر اللير مثلا، خليها صفر زي ما هي صفر، مش هنغير فيها حاجه. هنيجي نضيف له ايه بقى؟ اد كومبوننت، نضيف له بوليجن كولايدر، تمام، بحيث ان الكولايدر يتناسب مع شكل المركب. ماشي، ونضيف له ريجيد بودي 2 دي. احنا حتى الان ما شرحناش حاجه، ده احنا عادي بنظبطه بس السين بتاعنا، بحيث نبدا كده واحنا على رواقه. تمام، هنيجي على الووتر، هنبدا شغل بقى. الووتر ده اللي احنا هنشتغل عليه باذن الله. هنعمل اد كومبوننت ونضيف له بوكس كولايدر 2 دي. ليه؟ لان هنا الشكل بتاع الووتر اللي عندي على شكل بوكس. تمام، فاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هاجي طبعا اعمل زي ما عملت الحلقه اللي فاتت، وزي ما انا شرحت الحلقه اللي فاتت، استريجر علشان الحاجه تخش جوه الميه، ويوز ذا باي افكتور علشان الافكتور يستخدم الكولايدر ده كمجال للافكت، يعني اول ما حاجه تخش الكولايدر ده يبدا التاثير بتاع الافكتور عليها. تمام، بس كده. هنعمل اد كومبوننت بقى، ده اللي احنا هنشرحه النهارده، البوينسي افكتور 2 دي. تمام، طبعا من غير ما نعدل اي حاجه هنيجي نشغل بحيث نشوف التاثير بتاعها. فلو انا شغلت زي ما انت واخد بالك، المركب نزل ووقع. تمام، وقع ليه؟ لان احنا ما ظبطناش اي حاجه. بس لو انت لاحظت هتلاقي المركب لما بينزل بيبطا، لو انت واخد بالك بيبطا شويه. هنيجي اول حاجه عندنا على الدينستي. الدينستي اللي هي بالعربي كده ضغط الميه. بمعنى ايه ضغط الميه؟ كل ما ضغط الميه بيزيد، كل ما ضغط الميه بيزيد او كثافه الميه بتزيد، كل ما الجسم مش هيعرف ينزل تحت اكتر. تمام، كل ما كثافه الميه بتقل فالجسم هينزل تحت اكتر. دلوقتي انت عندك كوبايه ميه وكوبايه قهوه، تمام، فانت مسكت حاجه، حصوايه مثلا صغيره، حطيتها في كوبايه الميه، فهتلاقيها نزلت بسرعه لحد قعر الكوبايه، صح؟ انما لو جيت حطيت الحصوايه دي في كوبايه القهوه هتلاقيها بتنزل ببطء شويه لحد ما توصل للقعر. فالدينستي دي اللي هي كثافه الميه او الضغط بتاع الميه، ماشي، بحيث ان احنا لو زودناها فالجسم مش هيعرف ينزل تحت اكتر. تمام، اللي هو نزل مسافه مثلا معينه اهي وبدا يطلع وينزل. طب لو خليتها مثلا 50 فالجسم مش هيعرف يخش الميه اصلا. ليه؟ كثافه الميه ما تبقى عاليه فمش هيعرف يخش الميه زي ما انت شايف. تمام، دلوقتي طب ما انت هتقول لي ما بيخش الميه، هقول لك لا، في حاجه هنا اسمها سطح الميه. شايف انت الخط ده؟ في خط اهو لو انت شايفه، ده اسمه سطح الميه، اللي هو السيرفيس ليفل، اللي هو سطح الميه، بمعنى ده اللي بيحدد لك فين سطح الميه. فلو انا جيت قعدت ازود فيه كده بحيث ان انا اطلعه فوق على سطح الميه بتاعتنا بالظبط، تمام، بس كده كده احنا ده سطح الميه بتاعنا دلوقتي. لو جيت اشغل، فزي ما انت شايف كثافه الميه عاليه فالجسم صعب ينزل او يغوص في الميه دي. تمام، طبعا لو انا قللتها خليتها مثلا 10، فكل ما بقللها كل ما الكثافه بتاعت الميه بتقل فالجسم هيعرف ينزل اكتر. تمام، زي ما انت شايف. تمام،
طبعا دي بتغير فيها على حسب السائل اللي عندك. ممكن مثلا سائل زي العسل فبيبقى الدنستي فيه عاليه، كثافه العسل اعلى من كثافه الميه، وكثافه القهوه اعلى من كثافه الميه، وهكذا السوائل بتختلف يعني. ماشي، يبقى عندنا الدنستي اللي هي كثافه الميه، والسيرفيس ليفل اللي هو سطح الماء اللي هو الخط اللي بيتحرك معانا ده اللي انت بتحدد بيه سطح الميه. تمام، وطبعا نحاول نظبطه كده على سطح الماء بالظبط، حاجه زي كده مثلا. ماشي، هنيجي بقى على اليوز كولايدر ماسك. اليوز كولايدر ماسك دي لو انت شلتها الكولايدر ماسك بيختفي، لو انت علمت عليها بيظهر. تمام، ايه الكولايدر ماسك دي؟ الكولايدر ماسك دي الجيم اوبجكت اللي هتتاثر بالميه. بمعنى دلوقتي الكولايدر ماسك لو انا ضغطت هنا هتلاقي هنا ايفريثينج، ايفريثينج يعني كل حاجه تقع في الميه هتتاثر بالميه. لو انا ضغطت على كده هلاقي هنا مجموعه من اللايرز. عايزين نفهم اكتر يعني ايه كولايدر ماسك، هروح انا جاي فوق على الديفولت لير دي وعامل اد لير. تمام، ونضيف مثلا حاجه مثلا نقولهم لير اسمها امر، مش هتفرق اسم اللير يعني. واجي مثلا على البوت القارب بتاعنا اعمل منه نسخه، اعمل كمان قارب كده كنترول دي. تمام، هاجي على القارب اللي احنا عملناه نسخه ده واعمل وادي له لير ار. تمام، هروح انا رايح على الووتر وهاجي هلاقي هنا انضافه اللير بتاعت الار، فانا هستبعدها دلوقتي. انا استبعدتها فايه اللي هيحصل؟ ده مش هيتاثر باللوميه زي ما انت شايف، نزل عادي تحت الى ما لا نهايه. تمام، ما تاثرش باللوميه. طب لو رجحتها تاني، علمت عليها تاني وجيت شغلت، فهتلاقيه بدا يتاثر باللوميه عادي جدا. تمام، يبقى الكولايدر ماسك بتستخدمها لو انت عايز تستبعد مجموعه من الجيم اوبجكت ان هي ما تتاثرش بالسائل بتاعك. تمام، هنيجي بقى على الحاجه اللي بعدها الدامبنج. ممكن نمسح المركب ده تاني مش عايزينه. هنيجي على الحاجه اللي بعدها الدامبنج بمعنى الخمود. تمام، الخمود اللي هو عكس السرعه او عكس الشغل. دلوقتي انت واحد رايح تنام كده، انت رايح ايه؟ تنخمد. رايح ايه؟ تنخمد. فهو الدامبنج اللي هو سرعتك في ان انت تقف. تمام، يبقى ايه كده احنا فهمنا ايه؟ يبقى احنا كده فهمنا الاعدادات دي هتعمل ايه. الاعدادات دي هتبطئ الجسم، هتشتغل ان هي تبطئ الجسم. اول حاجه عندنا اللينر دراج. تمام، دي السرعه اللي بترجع الجسم لحاله السكون. عايز تفهم اكتر هنجرب قبل وبعد. لو انا جيت شغلت دلوقتي، لو انت واخد بالك الجسم مثلا بيطلع وينزل، بيطلع وينزل، بيطلع وينزل عادي جدا، بيقعد يطلع ينزل لحد ما يثبت، صح؟ اهو هيطلع ينزل لحد ما يثبت. ماشي، ده دلوقتي انا عايزه يثبت اسرع، ينخمد اسرع، فهروح اعمل ايه؟ اللينر دراج دي هزودها. اروح انا مثلا مخليها 10، كل ما بتزيد كل ما الجسم هيثبت اسرع. فلو انا جيت شغلت هتلاقيه ممكن مثلا بعد 3 مرات اهو ثبت. المره اللي فاتت كان قاعد يطلع وينزل كذا مره. تمام، طبعا لو خليتها مثلا نخليها رقم كبير بحيث الحوار يوضح اكتر، 50 مثلا، فهو هيثبت على طول. تمام، زي ما انت شايف فثبت على طول. ماشي، دي اللينر دراج. هنيجي بقى على الحاجه اللي بعدها الانجولار دراج، وهي تباطؤ الدوران. تمام، بمعنى ايه تباطؤ الدوران؟ هطلع فوق كده اجي على البوت المركب بتاعنا واخلي الزد بتاعته الروتيشن مثلا 50 بحيث ان هو يلف كده زي ما انت شايف. ماشي، ولو جيت شغلت عايزك تركز على قيمة ال 50، زي ما انت شايف قيمة ال 50 عمالة تقل، هتقعد تقل تقل لحد مثلا ما تبقى بتحاول توصل للصفر قدر الإمكان، هي بتحاول توصل للصفر زي ما انت شايف. تمام، اللي هو بيحاول يرجع المركب، بيحاول يرجع لوضعه الأصلي. يبقى هي دي ده الدوران بتاع المركب اللي بيحصل، فاحنا عايزين نبطئهم الدوران ده. هنبطئه ازاي؟ بالانجولار دراج. هنيجي على الووتر الدامبنج الانجولار دراج نخلوها 10، نخلوها مثلا 20. فلو جيت شغلت ونشوف المركب بتاعنا هتلاقيه بدأ بينزل ببطء، أو بدأ المركب يلف على ما يرجع لوضعه الأصلي ببطء. تمام، طبعا لو خليتها بصفر المركب هيرجع لوضعه الأصلي وهيقعد ينقلب ياما كده زي ما انت هتشوف دلوقتي. هاجي على البوت، خلي بالك من ال 50 زي ما انت شايف الرقم طلع في لحظة، اللي هو راح يامة الصفر في لحظة زي ما انت شايف المركب اتعمل ازاي. وطبعا يروح يمين وشمال الى الابد، هيقعد يعمل كده يتهز يمين وشمال على طول. تمام، فهو الانجولار دراج دي بتحاول تظبطها مثلا على حسب الجسم اللي في الميه. تمام، هنيجي بقى على الفلو. فلو معناها تيار، التيار بتاع الميه. خلاص انت كده فهمت يعني ايه فلو، عرفت معناها بالعربي، خلاص يبقى انت فهمت ايه اللي هيحصل دلوقتي لما احنا هنشغل هنرجع المركب تاني على وضعه صفر. تمام، دلوقتي لما انا بشغل ايه اللي بيحصل؟ مش بتلاحظ ان المركب بيبقى في نفس الحته، بيطلع وينزل في نفس الحته، مفيش تيار، اللوميه ثابته. تمام، طب دلوقتي تفرض انت عايز تعمل تيار في اللوميه، فهتعمل ايه؟ هنيجي هنا على الفولو، هنستخدم الفولو. دلوقتي عندنا الفولو ماجنتيود قوه التيار. تمام، فانا هشغل هخليها مثلا نخلوها 10، دي قوه التيار 10،
وهذا شغل. طبعا ايه اللي هيحصل؟ المركب هيروح ناحية اليمين. ليه راح ناحية اليمين؟ هنيجي نشوف كده على الفولو. ليه؟ لان الفولو انجل صفر، الزاوية بتاعت التيار صفر. طالما الزاوية بتاعته صفر يبقى هيروح ناحية اليمين. لو الزاوية بتاعته 180 يبقى هيروح ناحية الشمال، تمام. لو الزاوية بتاعته 270 يبقى هينزل لتحت. مثلا لو في دوامة ولا حاجة، الدوامة طبعا بتشد الجسم لتحت فهينزل تحت. طبعا ما بينزلش تحت لان القوة ضعيفة، فاحنا ممكن نخلو دي مثلا 50، نخلوها مثلا 100 عادي جدا. دي القوة اهي، تمام، دي قوة التيار. يبقى الفولو انجل اتجاه التيار، الفولو ماجنتيود قوة التيار. بكل سهولة، مفيش اسهل من كده. طبعا نرجعه صفر تاني. طبعا لو الجسم اصلا وقع تحت نشغل اللعبة من الاول. هنيجي بقى على الفولو فايريشن. يعني ايه فولو فايريشن؟ احنا شرحناه الدرس اللي فات وهنشرحه الدرس ده كمان. الفولو فايريشن بتبقى عباره عن قيمه بتنضاف على الفولو ماجنتيود تبعا للقانون الاتي. دلوقتي انت عندك قانون اهو، حطه قدامك تمام وافهمه وهتعرف بتعمل ايه بالفولو فايريشن. دلوقتي عندك الاف ام اختصارا للفولو ماجنتيود، هتساوي الاف ام فاليو الى اف ام فاليو زائد الاف في، الاف في اللي هي الفولو فايريشن، تمام. بمعنى دلوقتي انا خليت الفولو فايريشن بخمسه، فكده الاف ام هتساوي من 10 ل 15، صح؟ ده معناه ان مره الفولو ماجنتيود هتبقى مره ب 10، مره ب 15، مره ب 14، مره ب 12، فاهم انت؟ هتبقى قيمتها رقم عشوائي ما بين ال 10 وال 15، تمام؟ طب لو انا خليت الفولو فايريشن بسالب 5، خلاص يبقى كده الاف ام هتساوي من 10 الى 5، صح؟ هتساوي من 10 الى 5. يبقى الفولو ماجنتيود هتبقى مره ب 10، مره ب 6، مره ب 7، مره ب 5، فاهم انت؟ رقم عشوائي ما بين ال 10 وال 5. دي الفولو فايريشن. لو انت عايز تعمل قيم عشوائيه للفولو ماجنتيود فبتحط فولو فايريشن. فالفولو فايريشن بتستخدمها تبعا للقانون اللي عندك فوق. هتقول لي يعني ايه قيم عشوائيه للفولو ماجنتيود؟ دلوقتي انت عندك كذا جسم في اللميه، تمام؟ في تيار دلوقتي بيشد الاجسام دي او بيزج الاجسام دي. فالتيار دي مثلا انت عايز قوته تختلف من جسم لجسم، فساعتها هتستخدم قوه عشوائيه. يعني مثلا الجسم ده هتلاقيه بينزج جامد، الجسم ده هتلاقيه بينزج بالراحه، فاهم انت؟ وهو ده الصح. ما ينفعش مثلا يبقى في اللميه الحاجه كلها بتنزج بنفس القوه او بتتاثر بنفس القوه، لا، لازم قوه عشوائيه. فطالما عايز تستخدم قوه عشوائيه يبقى عليك وعلى الفولو فايريشن تبع القانون اللي اتعرض على الشاشه. بس كده، هو ده البوينتس افكتور. ده طبعا احنا بنشرح اساسياته بس، تمام. التطبيقات باذن الله قدام هنعمل كل السوائل اللي تتخيلها وهنظبط الدنيا يعني. وطبعا لو انت ما فهمتش حاجه فيه هو باذن الله سهل وبسيط ما فيهوش اي مشاكل، اكتب لي في التعليقات انت ما فهمتش ايه وانا اشرحه لك. او ممكن تخش سيرفر الديسكورد وتسال هناك، هيجي نشرح لك هناك بكل الطرق الممكنه وهتفهم. طبعا دي زي ما انا قلت احنا بنشرح الاساسيات، الاساسيات حاليا، التطبيقات قدام طبعا اهم حاجه التطبيقات. بس انت من نفسك ممكن تجيب البوينتس افكتور وتقعد تجرب بنفسك، تحاول تعمل مثلا سائل زي القهوه. يعني مثلا تاخد المربع الازرق ده تلونه بني مثلا وتعتبره على انه قهوه، تمام، وتحاول تظبط الدنيا كده وتشوف تاثير القهوه. مثلا تعمله كانه عسل، تحاول تسوده شويه، فاهم انت؟ فحاول تجرب تعمل كذا سائل، تمام. فاهم حاجه انت تعمل ايه؟ اهم حاجه ان انت تذاكر الدرس وتطبق على طول وراه. هو ده الصح، تذاكر تطبق، تذاكر تطبق. ما ينفعش تذاكر حاجه وتقعد تجمع معلومات وتقول هطبق بعدين، لا، طبق على طول، تمام. التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق، وهتبدا 10 على 10، تمام. بس كده. طبعا لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك علشان تتابع محتوانا، وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتكتب لنا كومنت حلو او كومنت حاجه معلمتكش في الشرح وعايزها تتحسن. وبس كده، اشوف اشوفكم خير على الدرس الجاي، والسلام عليكم.